خلينا نشوف ضيوفنا قد ايه صريحين وقد ايه جريئين. شو كيف شباب؟ الله يا مش عارف شو في توتر شوي. ناخذ نفس ونبلش. حقيقة ونجرأة. اختار حقيقة. حقيقة. أول سؤال، مجرد ما نحكي لايفات تيك توك الناس تتهم المشاهير بالتسول، ظلم أم حقيقة؟ بالتسول. شو هنتسول؟ يعني شحادة. لا هسه لما الواحد يجي يدعم بدعم محبة. صح، دعم محبة. شو رأيك ماكس؟ مزبوط. هسه أنت ما بتروح تجبره وتقول له تعال دعمني مشان الله دعمني. في تسول، تيك توك فيه مليان تسول. طبعا. بس هل برأيك كل مين طلع مشهور لايف نعتبره تسول؟ لا لأنه بتلاقي مش بس دعم، يعني الحمد لله أنا ما بحكي عن غيري، بحكي عنه عن ميكس، عندنا فوق 300 دعم. الحمد لله رب العالمين. فأنت لحالك هون بتفكر هذا تسول ولا إيش؟ أنت؟ أوكي، حقيقة أم جرأة؟ حقيقة. ميكس، هل استغليت ولو 1% ضحى لترفع عدد المشاهدات؟ خصوصي أنه طلعت لايف من عند ضحى وعم تعمل إعلان وانكشف أنه في مبلغ مادي من عند ضحى، فاتهامات بيقولوا أنه أنت فايت على طمع. أنا لما تعرفت على ضحى، ضحى كان لايفها 1000، أنا كان 5000. يعني أنت كنت أشهر من ضحى. والناس تشهد على الأشياء. وبعدين لما تعرفنا على بعض وصار يعني حسيت أنه جوي من جو البنت، بلشنا نطلع. شوفي، أنا البنت حكيت معها وتوصلت معها. والله والله ما بعرف شو عندها أملاك، ما بعرف شو عندها مثلاً لو مجرد شو نوع سيارتها، والله لا أعلم والله. وما طمعت ولا 1% ولا تفكير ولا إشي، الحمد لله رب العالمين. يعني تنفي هذا الحكي 100%؟ طبعاً. حقيقة أم جرأة؟ شو بتختاره؟ بدنا جرأة شوي شباب. أنا جرأة بدي، خلص كيف. يلا عبسي، بدنا تعمل إهداء أغنية لضحى وميكس. ضحى وميكس؟ اهديني أغنية الله يرضى عليك إني يعني أكون مبسوط فيها. البارحة بالحلم حبيبي بحضاني، بوسني من وجنتي وطفالي نيراني، قلت له حبيبي اقترب، قلت له حبيبي اقترب عوض لي حرماني، هل تقبل مروتك تتركني وحداني؟ الله عليك. يعني ما شاء الله، شو هالصوت؟ ما شاء الله صوت عبسي بجنن. معنين صوت كثير الله. أداء ناري وصوت. لا ما شاء الله. بالمقابلة، شو بتختاروا؟ يلا حقيقة أم جرأة؟ جرأة خليها. أوكي. شكل شوي. هاي الجرأة عنيها قوية. أنتم مشاهير تيك توك ولايفاتكم أرقامها نارية. بس في عالم لسه بتشكك بأرقامكم. فنحن بدنا تعملوا جرأة تفتحوا لايف لمدة دقيقة ونشوف بهي الدقيقة قد ايه بتوصل عدد المشاهدات. دقيقة؟ اوكي. افتح. أنا تلفوني بدي صري. افتح من ماكس. طيب. حتفتحوا كل واحد لحال أو بتحبوا حساب واحد؟ لا حساب واحد عادي أنا وياه. شوف شحني. اوكي، أنت 4% معفي من الموضوع. يلا. أنا بفتح تيك توك. يلا تيك توك. احنا بالعاده من هي فتح لايف، احنا بالعاده بننزل ستوريات انستغرام قبل اللايف 5 دقائق، بنحكي انه احنا لايف عشان الناس اللي ما بتشوف تشوف وتكون جاهزه للبث. هل رح تنزل ستوري او بلا؟ ما في بدك تنزل ستوري. احنا ما نزلنا هلا بلا ستوري. لا 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 ايه، هلا احنا بنعرف انه الستوري هي بتدعم، هلا خلينا نشوف بلا الستوري. اوكي نت كويس هون. كويس تمام. هلا بلشت. خلينا نورجي بس للكاميرا. شوف هاي قديه صرنا لهلا؟ صرنا 500. 500 اقل من دقيقه. 1000 صرت. اوف 1000. بتحب تحكي مع المتابعين؟ تحكي انك انت صدقت بمقابله حتى هن بس ما يستغربوا. موجهين للكاميرا. هم راح ينصدموا. راح ينصدموا فجاه لايف زي هيك. فيكم توضحوا انه هذا جرأه؟ نحن بمقابله جود نيوز. طيب انا احكي عادي؟ ايه عادي. طبعا يا جماعه احنا اليوم بمقابله مع ست ايام. مرحبا جود نيوز. فكانت تجربه انه نفتح لايف، طبعا لايف صار فيه 3400 بس هو اللايف يعني بدنا نشوف قديش مده دقيقه بوصل عدد المشاهدات، فوصل 4200. 4200 4600. يلا على الخمسه رح نوقف.
على 5600 5000 صاروا 1000 يجوا. ورجي بس الموبايل للكاميرا يلا خلي العالم تشوف. وخلينا نختم اللايف. يلا يلا فيك تختم. يلا 7600 احنا مقابل. نرجعلكم. باي باي. نراكم. السلام عليكم. عن جد يعني شو هالمحبين؟ الحمد لله رب العالمين. 7000 9000 بدقيقة حتى لسه أقل يمكن، يعني رقم ما بيجيبه أي حدا. الحمد لله الحمد لله. فتأكدنا أنكم أنتم مشاهير وتأكدنا أنه أنتم أرقامكم حقيقية. لا يعني أنت كنت تشكك أنه في شيء وهمي أو شيء؟ هلا هو المتابعين وصلت أسئلة أنه هل معقول أنه أرقامهم توصل هالقد عالية من دون دعم من دون هيك؟ نحن فتحنا بدقيقة واحدة ووصل الأرقام. الحمد لله. هذا إثبات للجميع. بالضبط. هيك بدون ستوري. من دون ستوري. الحمد لله. عبسي عنده كأنه 600,000 أنا عندي 1,000,000 إلا 100,000 أو 200,000. ما شاء الله الله يخلي المحبين مستمتع معكم، بس خلينا هلا نروح للتحدي اللي بعده. يلا. 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 بفقرة أحرف مخربطة بدنا نشوف ضيوفنا قديش إنه سريعين بتجميع الأحرف. كيفكم بس مع السرعة؟ يعني هلا رح نشوف معكم 10 ثواني لتجمعوا هاي الأحرف، تطلعوا بكلمة وبدي أسألكم عليها سؤال. بلش؟ يلا. عمر. عمر، برافو عبسي. قديش أعماركم؟ أنا 23 ومكس 22. 22. ننتقل للي بعده. دخل. دخل. أنت تعرف الكلمات أو كيف؟ لا. دخل، برافو عبسي. قدي دخلكم اليومي من الإعلانات؟ إعلانات؟ بس الإعلانات مش يومي تجينا. طيب قدي دخلكم من تيك توك؟ هل أنت بتطلع أول شيء لايفات يومياً؟ هو مش يومياً، يوم بطلع 10 دولار، يوم 100 دولار، يوم 200 دولار، زي حسب حسب. ما في جواب. بتهربوا شيء من السؤال؟ لا والله. لا والله جد. ما في تخيل. يعني حتعطونا رقم أو لا؟ لا. لا. صعب. يعني أكثر من 5000 دولار أو باليوم؟ باليوم؟ لا لا مستحيل. طيب رح أقبل هاي الإجابة، بالسؤال اللي بعده الكلمة عنا إياها. عمل. عمل. هل السوشيال ميديا شو ماكس بتحب تشارك أو كيف؟ خلي سأل أنا ببص. لا لا كمل. أنا بفكر إنه هذا السؤال. خلص عجل. لا والله كمل. هذا السؤال لك. لا لا هي. عمل. هي عمل. يلا. هي على السرعة. ما شاء الله عم يجيب كل شيء. إيه. عمل. هل السوشيال ميديا هي عملكم الوحيد حالياً؟ ماكس. نعم. لما بلشت معه تركت شغلي. شو كنت تشتغلوا سابقاً؟ أنا كنت أشتغل بمحطة غسيل سيارات. وأنا شغل حر، يوم بالطبار، يوم بالزيتون، يوم بالفلاتر المي، فيعني هيك. بعد ما خلصت من شغل المحطة اشتغلت يوميات، يعني شغل يوميات. شغل يومياً ولا تركتوا شغلكم؟ نعم. طيب، والكلمة اللي بعدها عنا إياها؟ الإعلان؟ إعلان؟ إعلان؟ صح عبسي. هل ممكن تعملوا إعلان تتخلوا فيه عن مبادئكم؟ لا مستحيل. مقابل الأجر العالي؟ لا مستحيل، مستحيل. ما بيغريكم الرقم؟ لا والله مستحيل. الكلمة اللي بعدها؟ معدل؟ لا لا وين عاملها؟ دعم. لا لا أنا ما فهمت اللعبة الصراحة. هي لازم تجمع، هي لازم تجمع الأحرف ليطلع عندك كلمة واحدة. دعم هي نفسها دخل ف هي دعم. سكيب. لا ما أنا نفس الدخل. الدعم أنا بدي أسألك، هل أهلكم دعموكم بالسوشيال ميديا؟ بداية أمي أبوي لا، فبعدين خلص عرفوا إنه الأشي كويس فساعدونا. وماكس؟ أنا أمي كانت أول شيء رافضة الفكرة، وعبسي يعني كان يجي عليها ويحكي لها إنه بدي إياه ونجرب وما تخسر إشي. أنا كنت رافض أمي. كان عبسي ضل يجي عند أمي ضل يقنع فيها يقنع فيها. قاعد تقريبا بيجي أسبوعين ويقنع فيها. طيب هلا خلينا نروح، مجهزين لكم اسئله كثير للمتابعين، خلينا نروح ونشوفهم سوا. يلا وصلتنا اسئلتكم اللي بعتوها لميكس وعبسي، وهلا فيكم تجاوبوها معنا بالمقابله. اول سؤال عنا يا من مروان. مروان بيسالكم، هل تعتبروا ظاهره ورح تختفي مع الوقت، ولوين حابين توصلوا؟ شكرا مروان على السؤال. الإجابة رح تكون يعني لوين حابين نوصل. والله في بالنا كثير أرقام لقدام إن شاء الله رح نجيب إن شاء الله يا رب. على اليوتيوب أكثر. ظاهر رح تختفي مع الوقت. والله يعني نحن نتمنى إنه لا
ان شاء الله خفيفة. احنا مستمرين وراح نضل مستمرين ان شاء الله. وماكس بس نفس جوابي راح يكون 100%. اوكي طيب يلا السؤال الثاني. لانا بتسالكم، في حدا اتصل على ضحى قبل ما تنزل بيوم قالوا لها تركي ميكس وانا بتزوجك على اللايف، مين هذا الشخص؟ سكيب. ما رح ناخذ اسم. طيب بس هل صار هذا الشيء حقيقه؟ لا خلص سكيب للسؤال كامل. اوكي السؤال اللي بعده قصي، هل بتدخلوا معكم ناس عشوائية على اللايف وشو الموقف اللي صار معكم زعجكم وبطل بدكم طلعوا حدا معكم غريب؟ صار بيوم من الايام دخل معي حدا وصار يسب وما حبيت، يعني صرت يعني لما اجي اطلع قست بعدين انا وميكس بحكي عنه عن ميكس خلص اخذنا موقف انه ما نطلع مع حدا، يعني مش اي حدا نكون عارفين هذا الشخص. شكرا كثير على وجودكم معنا اليوم، كثير انبسطنا فيكم. شكرا لفريق جود نيوز على الاستضافه اللطيفه الحلوه، شكرا لكم.